Yantu amas wanni nuti asii wali qabamneef eebisa quraanaa barattoota marsaa afuraffaadhaaf juuzii ammaa xumuranii jechuudha. Inshaallah dur kabeekamu barattoonni yeroonii fi quraana buusanii alatti eebisni godhamuu fi ammoo jijjiirama yeroo ammaa mul'ate irraa kan ka'e markaza kana keessatti barattoota juuzii ammaa xumuraniifis hamileen addaa akka godhamtuuf erga taasifnee booda samboota warreen quraana guddaa xumuraniifis gammachuu addaa dhandhamsiisuudhaaf amma kallattumaan warreen quraana kana juuzii ammaa xumuran eebisaa jirra jechuudha. Gara sagantaa itti aantutti yommuu dabarru sagantaa itti aantu quraana kan nuuf qaraan yookaan agarsiisa quraanaa kan nutti agarsiisan barattoota nama sadii isaanis sadeenuu Fahim Zakkoo, Haarisaa Nuuraddiinii fi akkasumas Bilaal Abdiitii jechuudha. Isaan sadeenuu gama waltajjiitti gammachuudhaan afeerra. Allahu Akbar! Fahim Zakkoo, Haarisaa Nuuraddiin, Bilaal Abdii isin sadeenuu bakka takka dhuftanii jechuudha. Sadeenuu bakka takka dhuftanii. Allahu Akbar! Allahu Akbar! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرفقه ثمودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نذر ثم عبث وبثر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر لواحة للبشر عليها 19 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر غير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند
الله هو خيرا واعزنا اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم. الله اكبر الله اكبر. تولي ان شاء الله قافا خميرا درتي اصبحان تكا تكا قرآن نيس نما يلعبدون واني جانيس نما ركاخدون وهم جرادي ركو تكريكا مدتي ابديما بسنگا ون الله اكبر. والله لانجراتشو الاني قرآن برسيبتشو دبو اومشاني الرعاقبو ربي سن الرعاقبو. الله اكبر. تولي ان شاء الله گرس گندا ایتیان دوتی دبر رایه چورا انشاءاللہ ارگه گنم آخانه هنگا اماتی ربی و جین حاسو جر اکمی یو یتن توکو توکون اسبانی قرآن کرو جرنی می نمنی قرآن کرو نمو ربی و جی حاسو یا چورا اس انکر اگئی بدوس اکا سمایه چورا انشاءاللہ امان تانا یرو تکا ارگه ما خینیا سیدہ خینیا انشاءاللہ نبی محمد رتی نگا فی رحمت ابوسنے از دے چانا یا چودا صلی اللہ علیہ وسلم. تولے انشاءاللہ گافی فی دیوی سیرہ نبی یہ را براتو دلمان کن دیا دو اکرم فی اکسماس براتا بلال گمہ مدرکاتی نوب دیا دنی ارگم عربی را واوالگا فتنی یا چودا بلالی فی اکرم گمہ والتا جیتا کن افتیاتن اسمان تکبیر. اللہ اکبر تکبیر. اللہ اکبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من ربيع الأول عام 2000. من أبوه ومتى توفيه؟ أبوه عبد الله بن عبد المطلب، توفيه محمد حمل في بطن أمه. من سماه محمدا ومن كفله؟ كفله جده عبد المطلب وسماه محمدا. كم عدد أعمامه ومنهم؟ عددهم 12 وهم حمزة والعباس وأبو طالب وأبي هاب والزبير وعبد الكعبة والمقوم وجرار وقسم والمغيرة الغلاب وقيل نوفل والحارث. من أسلم من أعمامه؟ أسلم منهم حمزة والعباس. لقب أحدهما بلقب من هو ومن لقب؟ هو حمزة رضي الله عنه، لقبه أسد الله وأسد رسوله. من أسلم من عماته؟ أسلم منهم صفية واختلف في إسلام عاتفة وبعدهم سيء الإسلام أروى. كم كان عمره حين مات يده عبد المطلب؟ مات يده عبد المطلب وعمره 8 سنين. من كفله بعد يده عبد المطلب؟ كفل بعد موت يده عبد المطلب عمه أبو طالب. ما اسم أمه ومتى توفيت وأين؟ أمه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن دارة بن كلاب، وتوفيت أمه وله 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة. ما اسم أم أيمن؟ اسمها بركة الحبشية، وهي الذي دخل عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تبكي فقال: يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسولي؟ قالت: إني لا أعلم، إنما عند الله خير لرسولي، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء، فأجتبهما على البكاء فبكيا. وبعد أن كفله عمه أبو طالب ألقى الله محبته في قلب عمه أبي طالب، فكان لا يمشي إلا وهو معه، ولا يسافر إلا وهو معه. فلما سافر أبو طالب إلى الشام سافر معه عمره صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، وقيل 12 سنة. فمر برهيب فعرف الرهيب علامات النبوة وأشار على أبي طالب فرجع به. ما اسم الراهب الذي أشار على أبي طالب أن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي أي مكان كان. اسمه بخيرة، وفي بلدة النصارى من أرض الشام. ما لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قريش قبل البعثة؟ لقبه عندهم الأمين. متى تزوج وكم كان عمره حين ذاك؟ تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ب15 سنة، وعمره 25 عاما. من أول زوجته صلى الله عليه وسلم وكم كان عمرها إذ ذاك؟ هي خديجة بنت خولد، وعمرها إذا ذاك 40 سنة، وقيل 45. كانت تلقوا في الجاهلية بلقب من هو؟ تلقوا بالطائرة لشدة عباتها وصيانتها. ما سبب تجديد بناء الكعبة؟ سببه أن السيول كانت تأتي من فوق الردم الذي سفوه، فغربوا فقاموا أن يدخلوا الماء، وعدا عليها رجل يقال له مليح، فسرق طيب الكعبة، فأرادوا أن يشيدوها ويرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاء. من أول من بدأ بهدم البيت؟ هو أبوها ابن عمر عبد المخزومي. اختلف قريش عند وضع الحجر الأسود في مكانه، فمن الذي أمرهم أن يحكموا أو دخل؟ هو أبو أمية بن المغيرة. من الداخل وما لقبه عندهم؟ الداخل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولقبه عندهم الأمين، فقالوا جاءوا الأمين رضينا بحكمه. ما أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي؟ الرؤيا الصادقة، لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. كم كانت تأتيه الرؤيا على هذه الحالة؟ 6 أشهر. ما الذي حبب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الرؤيا الصدقة؟ حبب له الخلوة، فلم يكن شيئا أحب إليه أن يقول وحده. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بشعاب مكة يحدث له أشياء ما هي؟ كان صلى الله عليه وسلم لا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت فلا يرى إلا الشجر والحجر. أي كان يتحنث، أي يتعبد الشهر؟ كان يتحنث في غار حراء. متى بدأ نزول الوحي عليه وكم كان عمره؟ بدأ بالوحي في شهر رمضان، وعمره إذنك 4 سنة. كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا؟ كانت أبي القاسم، فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي ولم يجدوك. من أول من أسلم من النساء خديجة بنت خولد. أول من أسلم من الذكور هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من أول من صلى مع رسول صلى الله عليه وسلم؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يصليان مختفيان. من أول ذكر أسلم وصلى بعد علي رضي الله عنه؟ هو زيد بن حارثة، وكان مولا وعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أول ما فرض الله على جميع العبادة؟ الكفر بالتاغوت والإيمان بالله. من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والوضوء؟ علمه جبريل عليه السلام، أتاه وهو بعلى مكة فهمز له بعقبة في نهاية الواد، فانفجرت منه عين، فتودى جبريل ومحمد ينظر إليه ليريه كيف الطهورة للصلاة، ثم تودى محمد وقام به جبريل، فصلى وسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته. ما كيفية الصلاة أول ما فرض؟ فرضت ركعتان. متى فرضت الصلاة خمسا؟ فرضت الصلاة خمسا ليلة الإسراء. من أسلم من الرجال ومن النساء ومن الصبيان ومن الموالي؟ أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن النساء خديجة بنت خولد، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة. ما اسم أبي بكر قبل الإسلام وما اسم أبيه؟ اسمه عتيق، واسم أبيه عثمان بن عامر، ويكنى بأبي قحافة. كم عدد أول من أظهر الإسلام في مكة ومنهم؟ عددهم 7، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمار بن ياسر، وأم سمية، وصحيب الرومي، وبلال بن أبي رباح، والمقدار بن الأسود.
أسلم 5 من المشهورين في يوم واحد على يد أبي بكر، من هم؟ عثمان بن عفان، والزبير بن عوام، وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله. 3 من زعماء قريش كانوا يستمعون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم خفية منهم، هم أبو سفيان وأبي جول وأخنة بن شريق. كان من المستضعفين بمكة بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان يعذب بالثغرة العظيمة، توضع على ظهره وصدره وقد الظهيرة وهو يقول أحد أحد، حتى مر به صحابي جليل فريق له فاشتراه واعتقه. من هو هذا الصحابي؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم اعتق أبو بكر قبل أن يهاجر إلى المدينة، اعتق 7 وهم بلال وعامر بن فهيرة وأبو أم عبس وذنيرة وهندية وابنتها واجرة من بني مؤمل. من أول من قتل المشركين في الإسلام وأهرق دم المشرك؟ هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: فصدع بما تؤمر. قام بالدعوة جارا فأذاه أصحابه وعجبوا أكثر أصحابه. بعد ذلك اشتد غضب المشركين على من أسلم وعذبهم وآذوا، متى شاء الرسول عليهم بالحجرة إلى أرض الحبشة، فهاجروا الحجرة الأولى. كم عدد المهاجرين الهجرة الأولى إلى الحبشة؟ كان عددهم 12 رجلا و4 نسوة. في أي شهر هجرة وفي أي سنة؟ في ردب من السنة من السنة الخامسة من البعث. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.